شجر رسول احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم معنا في هذا اللقاء وهذا العدد الجديد من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا، مع صاحب الفضيلة فيه الأستاذ الدكتور عبد القادر بن عزوز. فمرحبا بكم سيدي الكريم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ، حياكم الله دكتور. الله يحييك. إذا يتفضل إن شاء الله بالإجابة عن أسئلتكم وعن استفساراتكم التي نتلقاها بعد بيان موضوع لقاء العدد، ودائما على أرقام الخدمة الظاهرة أدنى الشاشة. أيها الأحباب الكرام، جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وجاء عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأيضا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. والفضائل كثيرة أيها الأحباب الكرام في هذا المقام، في هذا الباب نقف عندها أيها شيخنا عبد القادر استحضارا لفضلها وتذكيرا لمن هو مقبل عليها إن شاء الله. شكرا أستاذ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث الثلاثة التي ذكرتنا بها أستاذ محمد، وهي قد يكون هناك اختلاف فقط في بعض الزيادات وبعض الأشياء فيها، ولكن هي نقول في معظمها تتحدث عن موضوع واحد، وعن الحج وعن فضيلة الحج وفضيلة الحجاج أو الحاج. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما يسمي هذا الذي يذهب إلى الحج يسميه أنه وفد الله سبحانه وتعالى، ففيه تنبيه على نقول على التميز أولا، وعلى المكانة وعلى التشريف. لأن مثلا الآن في أمور الدنيا لو مثلا يقول هذا وفد الرئيس، هذا وفد الوزير، فيتشرف المنافق بتشريف وزيره لما أضيف إليه، ولله المثل الأعلى، فما بالنا إذا أضيف الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان وفد الله سبحانه وتعالى فهو خير الوفود، يعني لا يضاهيه وفد في الدنيا، مش ممكن بمعنى أن نجد وفدا أفضلا وأكمل وأحسن وأقرب عند الله سبحانه وتعالى من هذا الوفد. إذن فعلى الحاج أن يستبشر أن هذا الجهد الذي يبذله وهذا الطاعة التي سعى إليها أنه حتى يكون في يتصف، نقول حتى التابع والمتبوع، يعني بمعنى حتى يتصف نقول بهذه الصفة، وهي في كونه في الوفادة، أي في وفادة أو في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر مهم، لأن في بعض الأحيان قد يتصور الحاج فقط هو أنه يريد أن نعم يغفر ذنبه كما جاء في الحديث، ولكن لا يتصور أن هناك أعظم من نقول نعم مغفرة الذنب هذا الشيء موجود، ولكن هناك شيء أعظم من هذا بعد مغفرة الذنب، هناك مسألة الرضا. لأن لماذا؟ لأن في أمور الدنيا قد يأتي الإنسان إلى وف من الفود، ولكن قد لا يكون مدعو أو قد لا يكون مرضي عنه، وإنما جاء لأنه محتوم عليه أنه مرضي. ولكن ما ولله المثل الأعلى، أما بالنسبة إلى وفد الله سبحانه وتعالى فهؤلاء منتقون، وبمعنى أن أسماؤهم ورتبهم وغير ذلك نقول معلومة ومقامتهم محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. إذن فليستبشر الحاج بهذه البشارة، وهي كونه أنه في وفد الله، وإذا كان في وفد الله فهو أكيد من الفائزين. الأمر الثاني، هذا الذي في وفد الله
يعني جاء في الحديث الأول الذي ذكرته سيد محمد وأنهم دعاهم يعني فهم فاستجابوا هم بداء أن الحاج يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إذن فهم حققوا أولا استجابة عبادة لله سبحانه وتعالى أنهم علموا أن الحج واجب مرتها في العمر وعلموا أنه على المستطيع القاضي إذن فأجابوا فتركوا أموالهم وتركوا أهليهم وأوطانهم لكي يلبي لبه ثم فيه أيضا تصديق لأن إحنا عندنا إسلام وإيمان وعند من أركان عندنا من أركان الإسلام وهو الشهادتان إلى 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 الحج وعندنا أيضا من أركان الإيمان عندنا الإيمان بالإيمان بالله باليوم الآخر وكل هذه الأمور كلها متضمنة في معنى الحج لأن هذا الحاج لو لم يكن يؤمن بقضاء الله وقدره لما ترك وطنه يقول لماذا أسافر ربما أموت ربما كذا ربما كذا ولكن هو قد آمن بالقضاء خيره وشره إذن فهو يترك أهله لأن بعض الحين يقول والله عندي ذرية صغار من يكون في من يكون في حماية من وكذا كذا إلى قد يعتريه بعض الشيء ولكن لما جعل أمره لله ولما اعتبر نفسه أنه في وفد الله سبحانه وتعالى فذلك أيضا عندنا وهو الإيمان نقول بالأنبياء أكيد ولكن أيضا الأنبياء بالرسل لماذا لأن هذا الذي ذهب للحج وهو يصدق نداء الخليل عليه السلام نبي الله سيدنا إبراهيم عليه السلام إذن فهو نعم فهو أمر بالنداء بالحج وها هو نقول الجيل ما أدري لا ندري كم هذا الجيل يعني الجيل 100 ولا 200 الله أعلم ما بيننا وبين نبي الله خليل الله عليه السلام إذن فهو حوالي 4000 عام إذا كان 4000 عام إذن الله عمر طويل يعني فبالتالي فهو يعني بعد 4000 عام ولكن لا زال النداء مستمرا ولا زالت الاستجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إذن كل هذه المعاني ثم جاء في الحديث أيضا عن ذلك في سياقات يعني فودع ثم أيضا هناك دعاء من هذا الذي في هذا مثل ما نرى في ذلك الحديث أستاذ محمد هؤلاء الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله وأكيد يتذكر الله ويذكر الله سبحانه وتعالى ثم يأتي شخص وليس منهم ولكن هناك قاسم مشترك بينهم وهو صاحب حاجة ربما لشخص في المجلس ولكن أولئك الجلساء الذين لا يشقى جلسهم إذن فهو نقول ببركة هذه الجماعة ببركة هذا الوفد فكذلك أيضا ببركة هذا الوفد كثير من الناس ربما قد يكون أعماله ناقصة ولكن ببركة كونه في هذا الوفد والذي معظمه من الصالحين إذن فإنه سيناله وهو الاستغفار يعني فندعوه واستغفروه فغفر لهم وكذلك وهذا هو الشاهد الواقع في يوم عرفة وكذلك أيضا دعوه فاستجاب لهم لما ندعوه ربي قال يشهد منافع لهم أكيد منافع الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أن لا نكون في هذا الوفد فيما هو قابل من أعمالنا سيد محمد والمشاهدين والمشاهدات بلغ الله المقاصد يا رب. ولعل من أعظم الفضائل ما ورد أيضا إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج أي نعم صحيح دعاء مستجاب نعم. بارك الله فيك وأعظم العطايا المغفرة أي نعم الله يبارك فيك شكرا جزيلا على البيان وعلى هذا الموضوع دكتور عبد القادر على بركة الله نبدأ في استقبال اتصالات ومكالمات الإخوة والأخوات دائما أرقامنا الهاتفية تحت الخدمة وتصرف أدنى الشاشة نعم يونس هل فيه اتصالات نعم هل من اتصال نعم ملكة من نعمة مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله حبيت تفصل دعاء يوم عرفة دعاء يوم عرفة تفضلي وهل يجوز في الاستقبال نعم وهذا سؤالي يعني كيف يعني يوم عرفة كان التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله إلى آخره وكذلك الاستغفار في ذلك اليوم نعم ودعاء سن الأربعين ما هو ما هو دعاء سن الأربعين دعاء سن الأربعين نعم واضح
واضح. شكرا بارك الله فيك. دعاء لي ورد. نعم. ربي يوزعني أنا أشكرني. نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعم صالحا ترضى. نعم يبين لك الشيخ إن شاء الله مليكة. واضح إن شاء الله. مليكة مع هاجر من مسيلة. نعم. هاجر. ألو نعم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يبدو أن مكالمة هاجر تنقطع. الصوت راح ناقص فيه. والصوت لا نسمع جيدا. نمر إلى مكالمة أخرى. أبو محمد من مستغانم. نعم. أنت خديجة. أبو خديجة. أنا الخامسة أنا. نعم. خامسة نعم. وعندي سؤال الله يبارك فيك. تفضل. اللي يطوف بواحد محمول الطواف لمن يجوز ليه ولا للمحمول؟ هذا سؤال. وفي زوج يطوفوا؟ طواف لمن ينعد لهم للزوج ولا ينعد للواحد؟ اسمح لي ولكن هذا الله يطوف يا سي يا سي ابو محمد سي ابو محمد ابو محمد اي الله يفتح عليك. هذا اللي راه رافد الانسان هو فاني معتمر وحاج ولا انسان ولا عادي مستأجر. ولا مستاجر هو حاج طبعا اي خلاص بارك الله فيك بارك لان كاين فرق ولد صغير مع رافدها معه نعم نعم ولد رافدها معه اي مع واضح طواف يجوز للمحمول ولا يجوز لهم للزوج واضح 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 بارك الله يبارك فيك وفيك يبارك شكرا فيك يبارك صح سلمى شكرا ام محمد من قسنطينه محمد السلام عليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله اخويا تعيشة حابه نسقسيك مزوجه عندي ام محمد ارفعي صوتك ماناش نسمع مليح قلت لك مطلقه عندي 4 سنوات مطلقه من 4 سنوات طيب وابني ما يجيش خاص يديها بابا طليقك ما يجيش لولاده ما يجيش خاص يدي ابنه ما يجيش خاص ليه ما يجيش يفتش عليه ولا يحوس عليه يعطيه النفقة ولا لا يعطيه النفقة تاهو هي كان مع الأول ما يمتهلوش ومن بعد هذوك عاد يمتهلو نعم اهي حابة توجهولو كلمة بركة لك ان شاء الله ان شاء الله الله يعود يجيكي ان شاء الله شكرا نعم. شكرا ام محمد من سطيف عليكم اخي مرحبا ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اخي عندي سؤالين من فضلك تفضلي السؤال الاول اخي انا حابه عندي طفل يعني خلص القرايه وما جاش خدمه وحبيت ندير مشروع تاع بلاي سال دو جو تاع بلاي هذيك حبيت نسقسي الدين يعني الشيخ هذا حلال ولا حرام هذا اي مشروع عادي ارفعي صوتك ارفعي صوتك حتى نسمع مليح هاني نعيط جسمه نعم. فهمت عندي قلت لك اخي كبير يعني كبير ربي سبحانه كبر شويه ومن بعد ماتت الزوجه تاعو سمعني اخي ايه ماتت الزوجه تاعو ومن بعد قعد 5 شهور يعني ولا 6 شهور ولا حاجه ومن بعد ما لقاش من بيه ولا سمع جاليا قال لي انا حاب نتزوج وهذاك شاف وحده يعني هو خطبها وحده كل شويه انا عاونته يعني عاونته درت له العرس داري وعاونته ماديا وهذاك ولادو من بعد عداوني ما كل اللي زعما انا عارفه انا واش درت نروح ليهم نحاولهم نهضر معاهم ونقول لهم انا يعني ما درت حتى حاجه انا عاونته ولا حاجه ما حبوش يستجبوا لي مره تما سكروا عليا الباب قالوا لي ما تجيش تجينا وانت انت اللي زوجتي بينا وهذاك وما لقيت اخي ما ندير يعني تما راني كيما نقول لها الكاوري اونتر لي مارطون اللي نكلي ما لقيت حتى كفايه واش نقول يعني هذا راه لا لا كان انا راني اخي ظالمة ولا كي زوج خويا وعاونته ولا حاجه والله حبيت يعني راي ديني اخي واضح واضح فهمني يا فاهم الو مفهوم يا ام محمد مفهوم الله يجزيك اخي السلام عليكم شكرا وعليكم السلام ورحمه الله امة الله من تيبازا
الو. نعم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال عندي أستاذ ناقص، سؤال تاع وحدة زوجتي راهي تسأل على أنها حبت المبلغ تاع الأضحية، يحبت تشري أضحية، ولكن بانت لها ظروف أن هذاك المبلغ باش تشري به أضحية بانوا ناس باللي راهم في أمس الحاجة لهذا المبلغ، وهو على جال المرض باش تصرف، يعني ماشي انسان واحد، راهم بزاف. وكامل الحالات تاعهم يعني حاله ربي راهو شاهد كيفاش راهم. هي حبت النيه اللي يدها تسال هل النيه تاع الاضحيه تبقى هي اذا هذاك المال حبت تمدوا لهم، ولكن ماشيش اضحيه، تمدوا لهم باش هما يداووا به، ولكن نيتها هي راهي هكا تخمم يعني كأنها دارت أضحية. واضح، والله أعلم، ربي يقبل إن شاء الله. إن شاء الله. واضح يا أم أمة الله. واضح. شكرا. عفوا. أمة الله من الجلفة. نعم. عندي سؤال يا فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا. تفضلي أمة الله، تفضلي. انا عندي زوج من تاعي توفي وخلى لي المنحه تاعي. نعم رحمه الله. والمنحه هذه قليله، حبيت ندي المنحه تاع ابي متوفي، حلال ولا حرام؟ تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا. طيب نجيب مليكة من عامة شيخنا عبد القادر. نعم. الدعاء يوم عرفة، فقالت هل لي أن أذكر الله وأكثر من الاستغفار؟ شكرا أستاذ محمد، وأيضا للأخت من مليكة. أولا هناك يوم عرفة هو يوم مشهود، يوم مشهود بالنسبة إلى من هو في الحج، وبالنسبة إلى من هو الآن في نقول في 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 مكة والذي هو غير حاج، فكل منا مطلوب منه، حنا إذا كان الإنسان راه هنايا إذا فمطلوب منه أنه إذا كان قدر على الصيام فليصوم، إذا مش قادر أو عجز لسبب من الأسباب فأكيد فإنه يكثر من الذكر الله سبحانه وتعالى، من القراءة القرآن الكريم، من الذكر عموما، واذكر الله ذكرا كثيرا. إذا فإنسان يذكر ويذكر الدعاء الذي ذكرته، ويكتب من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو لنفسه، هو أفضل الدعاء هو الدعاء الجامع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس هناك أي دعاء أفضل والذي يجمل أو الذي يجمع حسنة الدنيا والآخرة، ولكن الشيء الذي ذكرته ممكن أيضا أن تذكر من خلال توحيد، يعني من خلال ذكر ما إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله كما ذكرت، يعني ممكن يعني، ولكن تكثر مع ذلك الاستغفار، لأن هذا ثناء، هذا كان هناك ثناء وهناك دعاء، فنحن نجمع بين الثناء على الله سبحانه وتعالى وبين الدعاء. نعم. دعاء سن الأربعين. والله هو ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا. نعم، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. أكيد أصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك. إني تبت إليك. نعم. تقريبا هذا، ولكن هذا 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 لان جاء في سياق، ولكن يعني حقيقه لا يوجد دعاء يعني صرف، يعني لان في كل لحظه من لحظات الحياه عندنا الانسان يدعو، ولكن هذا فقط جاء في سياق الحديث عن لما بلغني 40 سنه، قصه كما جاء في القران الكريم. ولكن كل اعمارنا نحن كل في كل وقت بحاجه الى الدعاء. في آخر ما قرأت للشيخ الشوكاني رحمه الله، رحمة الله عليه، قال استنانا بعمل الأنبياء أنه يكثر هذا الدعاء إذا بلغ الأربعين، لأنه إذا دخل نعم هو دخل سن آخر. نعم. لأنه استجمع عقله. نعم. لأنه يقول أن الإنسان إذا بلغ الأربعين استجمع عقله، استجمع كاملة قواه إلى آخره. إن شاء الله ربي يبلغنا، ليس الأربعين، إحنا الآن الأربعين جاوزناها، ولكن نعم. أقصد يبلغنا بركة ما كان في الأربعين إن شاء الله تعالى، من القوة والفتوة، أكيد من قوتي ومن الطاعة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أبو محمد، طواف شخص بشخص محمول يحمله، لمن يكون الطواف؟ الآن إحنا سألناه، لأن الطواف ذو كين
كيف يكون هو ذاك دوك الآن هذا الذي يطاف به من؟ دوك إحنا الطواف يكون الطواف بالحمل أو المحمول يكون للعاجز، إنسان ما يقدرش يطوف، موش معنى هو في كامل قواه القواه ويروح يروح يطوف عفوا يردوه، ولكن هو سؤاله كان محدود، هو تحدث قال مثلا بصبي، إذا كان أولا أشوف الطواف بصبي ما يطرحش المشكلة معه، علاش؟ أولا يكون الأجر للطائف وأقصد اللي يمشي سي محمد اللي يمشي، وأيضا يكون أيضا للمحمول، ثم ما ننساش لأنه هو تحدث عن صبي والصبي لا حج له ويأخذ أجر الحج الآن إذا كان صبي، إذا كان مبلغش وراه مثلا الوالد تاعو رافدو رافدو راه يطوف به خلاص راه يطوف به هو له الأجر هذا، ولكن حجة الإسلام بعد يجيبها لأنه مازال مبلغش لأنه في النافلة الآن، لأن لأنه هو قال باللي هذا قال باللي هذا اللي يحمله صبي، هل الآن أو نفترض احنا نعكس الصورة ولإن كان هذا نادر الآن هذا نادر قد يكون الطواف إلا اللهم إذا كان طوافا بالهذه المشي نعم بالآلة، ونكون أنا يا حاج شوف الحالة الأولى نكون أنا الحاج والشخص اللي راني ماشي به أيضا حاج، أنا راني نطوف هو راه يطوف في زوج، أو الحاجة الثانية وإن كان الآن أصبح قليل ما كانش تقريبا ما شفتش أنايا الآن راه ما كانش اللي يحملوه ما كانش تقريبا ما رأيت كراسي في الكراسي الآن أصبحت الكراسي فالآن هذا إذا كان هذا اللي يدفع الكرسي هو راه في الحج أيضا هذاك راه يطوف، والشخص اللي يدفعوا بالكرسي راه يطوف، إذا كان طفل صغير كما قال في الحالة الثانية طفل صغير ولا طفلة رفدها ولا طفل، إذا اللي راه يمشي راه الحامل يعني راه يطوف، والمحمول وابنه أيضا راه يطوف معه، فقط احنا فقط ذكرنا مسألة وهي أن الذي لم يبلغ هذا راه في النافلة، الحج تاعه الآن هذا راه نافلة وليس الحج الواجب، كي يبلغ يبقى دائما في ذمة الحج الواجب إذا كان مستطيعا إن شاء الله. نعم. أبو محمد من قسنطينة أو أم محمد عفوا نعم. تقول أنها مطلقة من 4 سنوات وطليقها لا يأتي لابنها ولا يزور ابنه أبدا، مخطئ. نعم. مخطئ، هذا يعني راه الآن يرتكب خطأ، الآن إذا كان هو أكيد عنده مشكلة مع زوجته أو زوجته عندها مشكلة معه، أكيد كين مشكلة وقعت بينهما ووقع الطلاق، الآن هو الآن راه يأسس في حياته وحده، وهذه الزوجة المطلقة أيضا راه يتأسس في حياتها وفي مستقبلها وحده، ولكن هناك فيما بينهما سبب، هذا السبب وهو هذا الولد، بمعنى الآن رغم أنه مطلق ولكن تبقى المسؤولية قائمة، ولهذا أنت لما سألت قلت هل ينفق؟ نعم. يعني هذا سبحان الله العظيم، هذا إنسان نعم يحتاج إلى النفقة، يحتاج إلى، ولكن يحتاج أيضا إلى رعاية نفسية، يحتاج إلى الأب تاعه، إذا بالتالي أنت تهضري يعني بالتالي نقولوا له إذا كان ما يشوفش وليده، إذا بمعنى الآن هو راه يعين أو راه الآن يعلم ولده على العقوق تاعه، يجي نهار يكبر الطفل يقول له انت ماكش بابا، لان ما نعرفكش انت وين كنت تجيني، انت وين تربيتني، انا كي دخلت المدرسه وين شتني انت، كش ما درت كش ما درت لي كذا، لهذا احنا نقولوا لا، نقولوا هذا الطريقه ماشي طريقه تاع تربيه صحيحه، انت كملت العلاقه بينك وبين زوجتك، ولكن كاين شيء يربطك بهذه الزوج المطلقه، وهذا الطفل ماهوش الزوجه وحدها، ولكن هذا الطفل يجب ان تسهر جميعا ولو من بعد، ولكن وبحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى عناية وبحاجة إلى تربية، إذن فنقول له هذا الإنسان ما يهملش وليداته، وبعد ذلك يقول يا ليت ما كان لم يكن، لا هذا يعني الآن هذا من 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 وجوب الأبوة، من وجوب البنوة على الأبوة أن يرعاه، وإلا يكون آثما إذا تركوه. سبحان الله العظيم، هذا كيف الأب موجود في الحياة وهو ميت يعني غايب، لا بد أن يرعاه، ولا بد أن هذا فقط موش هذا إنسان، موش إنسان حيوان تشري له الماكلة وكذا فقط، لا يحتاج إلى الجانب الطعام والشراب واللباس، ولكن يحتاج إلى شيء أقوى من ذلك وهو الأبوة، حتى يستشعر حتى يكبر أيضا بعاطفة كاملة وبشخصية كاملة ومتوازنة، يمه تعطيه والأب تاعو يعطيه من العاطفة والأب، إذن فكل منهما يعطي على قدره ويديه يجي يستقبله في النهار ولا يديه للدار ولا، المهم الطرق القانونية والشرعية معروفة كيفاش يستقبله في بيتها أو في غيره. طيب أم محمد من صطيف عندها ابنها عاطل عن العمل وتريد أن تفتح له قاعة ألعاب، تسأل عن مدخل. والله أنا نظن، شوف يا أم محمد، والله الدنيا
والتجارة عالم التجارة أوسع من هذه القاعة. يعني أنا نظن شوفي أشياء أفضل من ذلك. إحنا ما نحرمهاش عليك، ما أقولكش أنا حرام بها تفتحيها، لا لا، ولما نقوله أفضل أن تختاري لابنك، تختاري له حاجة اللي يكون فيها نفع. ثم أيضا لولاد المسلمين أيضا يجوا لأولاد المخلوقات هذو يظلوا يضيعوا في وقاتهم في هذا وما يقرأ وما كذا وإلى آخره، فأيضا رأى فيها مفسدة لأولادنا وبناتنا إلى آخره. فأقول أنت شوفي ما هو أفضل حاجة اللي إن شاء الله هو يكون يرتب فيها ويخدم فيها وربي يبارك له فيها، ولو قليل بالقليل ولكن ربي يبارك له فيها. أنا هذا رأيي، هذا رأيي الذي أتعبد به الله سبحانه وتعالى. ولكن ما نقولهاش حرام، أنا من أكيد لا أقول لها أن هذا الشيء اللي بتفتحه حرام، ولكن أقول لها أفضل لها أن تنظر ما هو أفضل، ما هو أفضل من ذلك، تشوف حاجة أحسن من ذلك، وربي يبارك لها في مالها وفي وليدها إن شاء الله. آمين. طيب، عندها مشكلة مع أبناء أخيها. الأخ هذا ماتت زوجته رحمها الله، ثم مكث 5 أشهر بعد وفاتها وطلب الزواج، فكان من أم محمد أن أعانت أخوها على العرس وأقامت له العرس في بيتها. نعم. ولكن قوبلت بعداء شديد من أولاده. والله واش نقول لك يا سيدة الفاضلة، نقول لك لا يضرك عداوتهم، لأن سيد الأرحام هم ملزمين، أنت عمتهم، هم ملزمين بك، هما الملزمين بصلة الرحم، أنت عمتهم مشي هما أعمامك. يعني هذا الحاجة الأولى اللي نقولها، بمعنى الآن إذا كان قطعهم صلة الرحم هم يأثموا. ثم هل هذا الوالد هذا الأب تاعهم هذا هل فعل شيئا منكرا؟ هل كان والعياذ بالله في الحرام؟ صافي، بمعنى أنهم يرضوا أن الأب تاعهم يكون في الحرام وما يرضاش أن الأب تاعهم يكون في مثلا يكون في الحلال، هذا وش معناها؟ بمعنى إذا كان ينكروا على عمتهم أنها عاونت باباهم على الزواج، بمعنى أنهم يفضلوا بهذا المعنى، يعني بمعنى أن المعنى الأول أنهم يفضلوا أن باباهم ولو يروح لطريقة حرام يهمهم، بس عم يتزوج مات ما يتزوج. أو الحالة الثانية أنهم طماعين، كش ما باباهم عندهم يقول لك يجب يتزوج، كش ما يجيب لنا مرة ثانية ويجيب ذراري وكذا ويقاسم معنا. فإذا فلكأنما هم يقسمون يعني معيشة الخلق. إذا فتاني نقول لك لا، أنت سيدة، أنت درتي الشيء اللي هو نقول اللي هو شيء مشروع. ثم إذا كان يلوموا بقوسين فيروح يلوموا على باباهم، مش يلوم عليك أنت. إذا كان يزعفون بقوسين دائما يزعفوا، إن كان لا يحق لهم ذلك لا شرعا ولا قانونا. أمة الله من تيبازا تقول أنا فيه إنسانة تمنح مبلغ أضحية لعائلة فقيرة، ولكن وجدت ناس في احتياج شديد. نعم. فهل لما تمنحهم هذا المبلغ ليستعينوا به على حوائجهم يكون لها بمثابة الأضحية التي نوتها ابتداء؟ شوف، نقول للسائلة تقول لهذه المرأة هذه المحسنة، نقولها نشوفوا ما هو الأضحية سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ماناش ناكرينها كي تجي في وقتها، سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول مصالح حاجة الناس ومصالح الناس والحسنات أو الأجر بحسب الحاجة. الآن هي لا تريد أن تحيي سنة، وإنما تريد أن تحيي روحا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت ماكش بمعنى، ماكش بمعنى أنك فقط تحيي سنة الآن في هذه الحالة. أنت الآن راكي هذا الدرهم اللي كنت التي كانت حابة تحيي بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، حبت تولي بمعنى أي ترفعهم، مش لدرجة السنية، ترفعهم إلى درجة الوجوب، بمعنى أنها تشوب لأن هذو الناس رام بحاجة إلى هذا المال، بحاجة إلى الحفاظ على صحتهم وغير ذلك. إذا فهي تشوف اللي من واجبها أن تعينهم. إذا فنقولوا بالعكس، هذا الشيء اللي كبديلي فيه هو أفضل من أن تخلي هالدراما حتى يوم الأضحية. معليش، أنت نوي، قول يا ربي بينك وبين نفسك، يا رب أنا كنت ناوي هالأضحية ولكن جات هذه أولوية وجاء هذا الأمر وهو حاجة الناس، وهو أن هذه العائلة يعني محتاجة إلى هذا المال للدواء وكذا أو العملية وغير ذلك، فهم بمعنى فقدمت هذا، وأنت سبحانك أنت الكريم، فاللهم أعطيني أجر ما نويت من أضحية وأجر هذه الإعانة الصدقة على المريض. وعلى شوف هذاك الحديث القدسي يقول خويا محمد، يقول مرضت فلم تعدني،
فيقول العبد يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول مريض فلان عبدي فلان ولم تعوده. هل فقط فقط المقصود بها فقط الزيارة؟ ليس فقط مقصود الزيارة، عيادته صحيح الزيارة، ولكن أيضا عيادته ما عندوش ماكلة نوكله، ما عندوش ماذا محتاج جدوى نجيبه له، لأن الزيارة عندها واجبات، يعني ما عندوش دراهم باه يروح يدير سكانة نعطوه له، هذه كلها تدخل ضمن معنى زيارة المريض إلى آخره. وهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وتأخذ أجر عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى يعني. الله آمين. يتقبل يا رب. طيب نستقبل مجموعة أخرى من الاتصالات والمكالمات، دائما على الرقم الهاتفي ظهر أدنى الشاشة. هل في اتصال؟ نعم نعم في مكالمة. من معي؟ من ولاية البويرة الأخت وردة. نعم ألو. نعم وردة إذا تسمعيني تفضلي بالسؤال. نعم ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. من معي؟ أنا عبد الحميد من جيجل. نعم إذا ممكن أطرح السؤال. عبد الحميد من جيجل. عبد الحميد من جيجل. نعم نعم إيه على كيفية تقسيم الميراث. طيب عبد الحميد الصوت خافت جدا. قلت لك عندي سؤال حول المواريث حول التركة. نعم توفات حال مرأة خلات زوج الكورة يزيدون الصوت زوج بنات خوتها ماشي دولادها. طيب يونس الصوت خافت في الاستوديو لا نسمع جيدا. قلت لك توفات السيدة. نعم خلات زوج خاوتها وزوج خواتاتها. زوج خاوة كيفاش يتكس زوج خوتها وزوج خواتاتها؟ أشقاء ولا لأب؟ لا أشكا من الأب والأم. صح وخلت السؤال معليش زوج خواتات. معليش نسقسي حاجة، الأب تاعها والأم تاعها كاينين حيين؟ لا متوفيين. صح وهي مع مخلت زوج متزوجة ولا مش متزوجة؟ مش متزوجة. هاي صح بارك الله فيك. صح واضح واضح السؤال. يعطيك الصحة الله يسلمك ويرحم والديك. طيب الآن وردة من جيجل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا حبيت نسقسيك موضوع منحه البطاله. تفضلي. شغل كي داروها قالوا لنا اسما كي مدوها لكم يجي وقت يمدوا لكم الخدمه تروحوا تخدموا. نعم بصح انا ما نقدرش نخدم كي شغل كي نخرج ولا نخاف هكا يجيني كي شغل وسواس ولا نخاف من اي باب نخاف كامل. اشكو اذا درتها نهار يمدوا لي الخدمه نحبس نورمال ولا دراهم اللي كيتهم حرام؟ واضح واضح. حبيت نسقسي ثاني على الاب اللي يروح يخلي ولادو على مسؤوليه وليدو ولادو كثار ويخليهم على رغم انه وليدو عنده ولاد بزاف ثاني مسؤوليه ما يخدمش مره يخدم ومريض واش من الحكم تاعه؟ نعم هيا صحيح ان شاء الله. شكرا مع السلامه يا ورد. نعم طيب هل في اتصال؟ نعم. طيب شيخنا نجاوب ريتما تصل بعض المكالمات. أمت الله من ولاية الجلفة. نعم. تقول ترك لي زوجي منحة وقالت هي منحة قليلة فما حكمها؟ نعم سألت على حكم المنحة هذا المعاش. مش عارف سمعت حاجة ثانية ما أدري. نعم. وكذا مع بين قوسين إذا كان هذا هو السؤال ما نعم حكمها حلال عليها حلال زلال وربي بارك لها في مالها وهذا يعني هذا حق دارته الدولة من هذا الحق راه مأخوذ من نقول راه حق مأخوذ من عموم حقوق الجزائريين كاملين يعني كل جزائري راه مشاركوا فيه يعني في الأموال هذا المال. إذن فإذا كان بهذا المعنى نقول مال حلال زلال عليك إن شاء الله ربي يبارك لك فيه. أما إذا كان شيء أحد آخر ما سمعناش الله أعلم. نعم انتبهتش يعني. نعم لم تفصل أو توضح يعني هي المنح في عمومها. نعم جائزة ما إذا كان إنسان عنده صاحب حق فيها. نعم. بصحته. نعم. صحة وعافية إن شاء الله إن شاء الله. عبد الحميد من جيجل المسألة اللي تركها الآن هو قال باللي مات اثنين إخوة واثنين إناث. إناث صافي زوج إخوة زوج ربعة تولي زوج وزوج ربعة ستة. هي شوف سي عبد الحميد تقسم التركة على ستة. كل مثلا
على 6 مثلا 10 ملايين قسموا على 6، 20 مليون قسموا على 6، 30 مليون قسموا على 6، هكذا 100 مليون قسموا على 6، تقسيم على 6. وكل اخ يدي زوج اسهم، والاخ هذا يدي زوج وهذا يدي زوج، وكل اخت تدي سهم، يعني هما زوج اخوه بربع اسهم، يعني زوج وكل اخت تدي سهم. هذا هو المبلغ يقسم على يقسم على ستة. هذاك النتيجة هذيك، نعم هذيك النتيجة هي حق تاع واحد صافي، هذيك حق تاع البنت نضربها في اثنين ندو تاع الاخ. نعم. طيب، وردة من البويرة سألت عن منحه البطالة وفي نيتها عدم العمل. لا احنا نقولوا شوف، هي تقول باللي عندها هذا الخوف، نقول لها معلش انت سجلي، ولكن مع التسجيل روحي زوري الطبيب نفساني، لان اولا انت محتاجه الى علاج، ولعل هذه المنحه هذه يكون فيها خير، ربي يفتح لك من بعد تجدين عمل تسترزقين به ويكون فيه خير للبلاد والعباد. لا معليش، انت دير النيه صادقه، ديري هذا الملف، وفي نفس الوقت ايضا الحمد لله رب العالمين، البلاد راه فيها ذوك المصحات وفيها اطباء مختصين في علم النفس، وما شاء الله عندهم الكفاءه، وتروح تداوي وراها المشكله، عندها هذا الفوبيا وهذا الخوف، تروح تداوي الحمد لله. عباد الله، كما قال سيدنا رسول الله، عباد الله تداووا، فان الذي خلق الداء خلق الدواء. فما تخليش نفسك هذا الشيء، مش قضيتك فقط عمل، لا هذه قضيه مستقبلك، ربي يطول العمر ان شاء الله. نعم. امين. عبد الله من مستغارم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سي محمد تحياتي لك. اهلا وسهلا، مرحبا. يسلمك. بغيت الشيخ عبد القادر، شوف راني عندي واحد الاشكال فيما يخص التيمم. نعم. بغيته يورينا الطريقه الصحيحه تاع التيمم عمليا، هكذا قدامنا في الشاشه. كاين اللي يقول لك تغسل تمسح على اليدين حتى المرفقين، كاين اللي يقول لك حتى الكوعين. نعم. نعم. هذا ما عندي. ان شاء الله. تشوف الطريقة إن شاء الله والكيفية تيمم إن شاء الله. وكيفية صحيحة تأتيم. بحول الله. سي محمد الله يعاونكم. شكرا. يوفقكم إن شاء الله. آمين. أجمعين. مراد من عين دفلة. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ عندي وقت السؤال بغيت نسألك، عندي أنا منشار في مبلغ مالي. نعم. مبلغ مالي يقدر ب 200 مليون. نعم. وكانت عندي طوموبيل وبعتها وضربت ذاك المال، مازال عندي، يا ترى هذا المال نعشر منه ولا ما نعشرش؟ هو يبلغ النصاب. والدين هذا تاعك قضيته ولا مازال ما قضيتوش؟ الدين مازال ما قضيتوش، مازال منتهي ب 200 هكذاك 200 وحاجه. صح. صح. هذا مازال عندي. صح. مازال عندي تاع الطوموبيل، ما راني مخلي اونتي جامي، بالك يعيطوا لي بالك ذا، مازال عندي. صح. معليش، الدين هذا مولاه اللي سالوا لك، يعني الجهه اللي سالك دوك انت راهي طالبك به باه تردوا، ولا عفوا باه تردوا لهم، ولا عندك الامر واسع، يعني وين ما رديتوا انت قالوا لك وين ما ترد رديتوا كيف؟ لا ما شوف، ما عطاونيش، كاين اللي نقولوا راني رجع لهم بشهر. ايوا خلاص، بارك الله. بشهر، وكيما واحد نعم. معطي مبلغ واحد 140 مليون ولا ما قاليش على الوقت، قال لي كي نتحقهم نعيط لك. صح. ما عطانيش وقت. واضح واضح واضح. وكما السؤال الثاني، اذا ممكن ضرب كما انا ضرب ولا حق العيد كبير. نعم. كنت مقبل نعيد نشري الخروف ونشري كذا، في لحقت هذه الميرور كي راني ممكن، يا هل صار كيفاش ندير؟ ما شاريه تاعي ما تكفينيش برجع به ونعيد. ان شاء الله. وشكرا وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا، مع السلامه. بالسلامه يا مراد. مع السلامه. طيب، هل في اتصال؟ نعم. طيب، نجيب عن سؤال وردة من الويرة بالنسبة لانشغالها عن الأب الذي يترك كم مسؤولية البيت على الابن الأكبر. والله مخطئ، لأن مسؤولية البيت هي مسؤولية الأب، مش مسؤولية الابن. الابن يعين، الابن يساعد، الأب تاعه يقعد يشد عضده كما يقولوا احنا في اللغة العربية، يشد يعاونه، ولكن مش مسؤوليته هو. اللهم إلا إذا كان عاجز الأب هذا، خلاص عاجز ماهوش قادر يخدم،
هنا 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 نتحدثوا على المسؤوليه واحده اخرى. اما مدام الاب راه صحيح فتبقى المسؤوليه اول واخير مسؤوليه الاب. بارك الله فيك. نسمع الى حياه من المديه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا عندي سؤال. نعم. حبيت نسقسي الشيخ على واحد الذكر، كي مثلا نعاود الاذكار الله اكبر والحمد لله 100 مره. نعم. وكاين ذكر كيما نقولوا الله اكبر عدد ما خلق، الله اكبر من ما خلق، هذاك واحد الحديث هو يجي فيه هذا الذكر. نعم. حبيت نسقسي الشيخ كاين من الافضل نعاودها 100 مره ولا من الافضل هذا شغل ذكر شامل وكيما احنا نقولوا الاجر فيه احسن. نعم. وعندي سؤال ثاني. تفضلي. زيد فضلك، الشيخ واش رايك في الابن اللي عاق شغل يسب يماه، شغل يهدر لي مع الفاظ خاطئين، وشغل هو ومرته ما تفاهموش، طلق مرته وحده كيما احنا نقولوا، بصح دائما يحط اللوم على يماه، يقول هذا السبب انت اللي طلقتي لي مرتي، رغم انه هي في الفتره اللي كانوا متناقشين كان دائما تقول له باللي ما طلقش مرتك، خلي مرتك، شغل حتى سافرت وطلقها شغل قدام مره. وما ما حبش تعاود ترجع ليه، دائما يحصل فيه ما واضح ان شاء الله. وحبيت نسقسي اخر سؤال. تفضلي. زوجي كي كان يما على قيد الحياه وباباه كان شاري لهم امور للمنزل. نعم. كيما حنا نقولوا ديكورات امورات. مالا كي مات يما وباباه هو ما زوجي ما عادش حاب يجيبهم. بصح خاوته عاد كل واحد يجي يدي حاجه بلا ما بلا اذنه، وشغل يدو في حوايج اللي شراهم هو ملكه الخاص يديهم بلا ما يقولوا له عليه يشاوروه. ومن بعد شغل زوجي تقلق شويه قال كي دير حوايجي انا شريتهم بملكي الخاص، نورمالمون عطيتهم ليما وبابا كي كانوا حيين، بصح انا ما قلت لهم شغل وراثه كل واحد يجي يدي واش يحب. نعم. مالا زوجي كي تقلق دير حوايجه شغل لفتهم وجابهم. موراها لوموا عليه قالوا له ماما ما ديتهم خلاص، حبيت نعرف زعما عنده اثم ولا لا، ومن حقه كي جاب حوايجه ولا مش من حقه. نعم. ويعطيك الصحة. مع السلامة، شكرا. محمد من ورقلة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا في الحقيقة الأسبوع هذا إن شاء الله راح الحج. الله يبلغك إن شاء الله ويتقبل منك. أنا حبيت إن نشوف على الإحرام هل يكون في الطائرة ولا في جدة؟ الواضح. كل واحد واش يقول؟ إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك يبارك الله. وفيكم بارك الله وربي يبلغك أخي محمد إن شاء الله ويتقبل منك. مريم من تيبازا. نعم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال للشيخ. تفضلي يا مريم. بون انا كنت في الحقيقه كنت شويه مريضه. نعم. وحبيت نرقي، حبيت نرقي، مال الاخ تاعي جاب لي هو الزوج اتصل قال لي كاين راقي شرعي من المكان الفلاني راح نجيبوه لكم للدار. نعم. هي لازم يجيبو خويا قبل ما نجيبو للدار، انا كنت في مكان العمل جابه لي لمقر العمل تاعي، وهذا الراقي باش زعما ولا نجيبو للدار، وانا الوالده تاعي عندي هنا في الدار، في كي جاني هذا الراقي كي دخل مقر العمل الحاجه الاولى اللي قالها قال لي باللي في العتبه تاعكم كاين سحر، سحر التعطيل زعما تاع الارزاق كلش. نعم. ومن بعد ولا يقول لي باللي الوالده تاعك هي اللي واش بد لي فهمت، قال لي عندك الم في المكان الفلاني، وانا صح نعاني من هذاك الشيء. نعم. وبعدين قال لي ولا يقول لي الوالده تاعكم هي اللي عندها سحر بزاف وهي اللي مريضه وبدا يجبد لنا في الماضي وامور صرات لنا وبلا ما حكينا له. ومن بعد ولا قال لنا نحاول لحد ان شاء الله نجي نرقيك، قال لي رقيتك سهله وان شاء الله تبراي نجيك لحد صباح وانصرف، هو من ولايه اخرى. ومن بعد كي حوست انا في الانترنت وكلش لقيت هذا المغمض هذا الراقي هذا ما يقدرش يعرف هذه الاشياء هذه، ثم ما يجوزش نتعاملوا معاه، قالوا لي بلي هذا راهو يتعامل مع الجن ولا كيفاش عرف الماضي تاعكم. نعم. حبيت نسال على هذا الشيء، واللي كان اتصلت بالزوج تاعي قلت له ما يجيش، شغل خفت لو كان يكون راقي غير شرعي. نعم واضح، هذا هو السؤال. واضح سيد، تسمعين جواب الله فيكم. شكرا الله فيكم. مع السلامه. طيب شيخ عبد القادر، بالنسبه لي
سؤال عبد الله من مستغانم، يريد أن يرى منكم الطريقة أو الكيفية الصحيحة للتيمم. سي عبد الله ياك. عبد الله نعم. عبد الله. شوف الفاضل أخونا عبد الله. شوف إحنا كاين أشياء جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أشياء قد تأتي بروايات مختلفة. الصحابة رضي الله عنهم ينقلوا لنا الصفة بطرق مختلفة. فلهذا نصيب الطريقة تاع المذاهب مختلفة، يعني في يتفقوا على شيء، كاين شيء متفق عليه، مثلا هل في التيمم ونضربوا ضربة واحدة، يعني نمسوا التراب ولا الحجرة مرة واحدة ولا مرتين؟ يتفقون أنه بديل لل لا نعم هذا شيء نعم. أحسنت نعم. هم يتفقوا باللي أنه طهارة بديلة نعم. مع الماء، ولكن ممكن في الكيفية يتفقوا في أشياء نعم. وقد يختلفوا على حساب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، على حساب الصحابي والشاف يدير النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا بمعنى أنا بنقول خويا عبد الله ما نقعش في خلاف مع الناس، لان هذه كيفيه ايوه خطأ. لا ما كاش واحد صحيح واحد خطا، يعني بمعنى انا طريقه صحيحه وايضا انت طريقه صحيحه، وانما انا فقط أنا نعتمد طريقه واحده، ماشي كل يوم النهار نعتمد طريقه وغدوه ندير طريقه. احنا الطريقه اللي احنا النقل عندنا في المذهب هو الانسان هاو بيتيمم هاو التراب ولا الحجره يمسح يده تيمم ضربتان يمسح ضرب الحجره ومن بعد يمسح على وجهه ومن بعد يعاود يمسح الضربة الثانية ويمسح إلى 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 إلى, إلى المرافق منا ومنا هذا وانتهى التيمم تاعو. هذه هي الطريقة احنا اللي احنا التي نعتمدها، كما نعتمد حديث عبد الله بن عمر التيمم مرتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى اليدين إلى المرفقين. كاين روايات واحدة أخرى اللي ما يديروا ضربة واحدة فقط، يقول لك عندي ضربة واحدة ويمسح يديه ويمسح ويخلص وانتهى الامر ولا يمرر الى اليدين الكعبين. هل التيمم تاع صحيح؟ نقولوا صحيح، ولكن هذا راه صحيح على مدرسه معينه. احنا مثلا واحد نقولوا سي عبد الله مثلا عنده فيرمي او في الجزائر مضطر انه احنا الان احنا كي نسوق السياره تاعنا اللي في بريطانيا الطريقه تاع المشي تاعهم في الطريق في السياره تاعهم مش كيما الطريقه تاعنا. ما نقولش انا مادام انا عندي البيرمي انا مادام عندي البيرمي يا خويا انتم واش على 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 تفرضوا عليا يخص انا نمشي بالطريقه تاع هنايا يخص انا نمشي كيما بريطانيا. نقولوا له بصح كنت تمشي كيما بريطانيا راك دير لنا مشاكل، لانهم يمشوا بطريقه في الطريق لان كاع منسجمين. احنا ثاني احنا حابين نقولوا باللي المذاهب الاسلاميه هذه هي اي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هذو العلماء الامام مالك وابي حنيفه والامام الشافعي والامام احمد بن حنبل رضي الله عنهم اجمعين، هذو ناس علماء وهذو من كبار التابعين وهذو داو على التابعين وهذو التابعين داو على اصحاب رسول الله عليه السلام وراوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الروايه قد تختلف. نضرب المثال واحد اخر سي عبد الله من باب فقر الفائده. الان مثلا كي نجي نصلي احنا مثلا عندنا احنا مثلا روايه عندنا نقول الله اكبر الملول فقط نرفع يدي، بصح في 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 سائر في سائر لا عند الركوع ولا الرفع من الركوع عندنا روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الركوع ولا في الركوع ولا في الجلوس وكذا ما نرفعوش يدينا. ولكن كاين روايات اخرى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عند الركوع يرفد يديه وعند كذا، ولكن احنا اخذنا روايه واحده، مش انا كل يوم اليوم ندي عند هذا وغدو ندي عند هذا. فنقولوا الطريقه اللي احنا معتمدينها واللي احنا عندنا صحيحه، وكنا ايضا الطريقه الثانيه ايضا صحيحه وهي الطريقه اللي احنا نديرها، واننا بسم الله اما تراب نحط يد تراب ولا حجره نمسحها الاولى هاي تراب ونمسح على وجهي ومن بعد نروح للمره الثانيه ونمسح يد الرفقين. هذه طريقه لينا احنا صحيحه، وحتى ايضا الاخرين ما يتنكروش علينا. احنا تعرف شكون يتنكر الشيخ؟ ليس العلماء هم اللي يتنكروا على بعضهم بعض، وانما العوام الناس، لانه هو تعلم زوج حروف تعلم مش حاجه، راح اليوتيوب راح كذا شاف فلان في العالم الفلاني كذا في التلفزيون يقول احنا كنا غالطين. محمد كيفاش كنت غالط انت ليا؟ احنا البلاد هذه ما فيهاش علماء، والعلم هذا توارثه الناس جيل عن جيل الى 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 الصحابه اللي دخلوا هذا العلم لهذا البلاد الى 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 التابعين الى عفوا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا ايضا احنا هذا علم هذا، وهذه الطريقه تاع صلاتنا وصيامنا وحجنا كلها ايضا هي ايضا لها طريق الى النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن انا ما نقدرش ننكر على الثاني اذا رايته كي جات يمم فقط مسح ضربه واحده ومسح فقط الى الكوعين ومسح يديه وصلاة النبي، نقول ايضا التيمم صحيح. ولكن نقول بالنسبه لي انايا انا عندي ها الطريقه تاعي التي اعتمدها وانت تعتمد الطريقه، انا طريقتي صحيحه
وانت ايضا طريقتك صحيحه، ولكن ماشي اليوم نتلعبوا، اليوم رانا هنا وغدوه عند مع فلان وغدوه مع علان، لا نختاروا طريقه واحده. نعم. طيب بالنسبه لسؤال مراد من عين دفله، هذا الدين الذي عليه يقوم بارجاعه على الاقساط ولديه مبلغ من المال مجتمع قيمه 200 مليون سنتيم، اول شيء في موضوع الزكاه. احنا نقولوا الان نقص فقط الدين اللي حال الدراهم مثلا، اذا كان اذا مر سنه هجريه على المال له عندك هذا الله يبارك فيه، انت تنقص منه الدراهم اللي غادي تخرجه في هذا الشهر، والباقي تخرج منه الزكاه، لان سقسيته وقلت هل هذا كذا ولا كذا، ولهذا نفضل الان انت ما دام سي واسمه الاسم الكامل الاخ مراد، اخويا مراد، دونك الان انت اذا واحد يسالك 140 مليون على ما تديها لهش وتهنى وتهنى روحك؟ قال محمد لان الشيء اللي موجوده عندك الان غدا ما تضمنوش. اي ثاني حتى ولا قال لي يا خويا شوف ما كاش حاجه انسان يتهنى منها كما الديون، راه الدين راه هم يعني هم في الليل وفي النهار، وكان سيدنا رسول الله يستعيذ من الدين. انت ما دام الان راه عندك امكانيات ديروا دراهمه، دي قبل ما تفكر في اخراج الزكاه. اخويا محمد نقولوا روح دي دراهمه، قال لك كي نقول لك ما تقوليش دراهمك راهم واجدين هاك دراهمك وترقد مرتاح وما تفكر حتى في حاجه واحده اخرى، لان الدنيا هذه ما عرفناش، غدوه الانسان ربي يطول عمره غدوه الانسان يموت ما تضمن حتى واحد غادي يخرج لك دينك، الناس يجروا ورثه يدوا دراهم والله ما تضمن حتى حاجه، والانسان يولي مسال عند رب العالمين على ديون الناس. فاخويا نصيحه لله، ما دام عندك دراهم نرفد انا دراهمي نعطيهم للسيد، قال محمد يرحم والديك ويكثر خيرك والله يبارك في مالك هام دراهمك ونتهنى. ظن الاضحيه شيخ واش بي الاضحيه يقول لك الله نفسه الا وسعها، قادر يا خويا محمد دير جلغله وما تقدرش الله اللي يكلف الله نفسه الا وسعها، وهذا الحج اللي هو ركن من اركان الدين وراء المستطاع. الصلاه يعني القيام في الصلاه اللي راهي القيام راه القيام القراءه وراه ركن من اركان، والنهار اللي الانسان يعجز راه يقعد. الصيام اللي راه ركن من اركان الدين، وانسان كي يعجز كي اذا مرض يفطر واذا عجز يفطر ثاني، يعني بالتالي فنقولوا هذا الدين مبني على التيسير ومبني على الرحمه ومبني على النيه الصادقه. والله كي تكون نيتك صادقه اخويا محمد، كي تكون النيه صادقه انما الاعمال بالنيات، والله الانسان يبلغ بنيته اكثر من يبلغ باشياء واحده اخرى. كي تكون النيه صادقه والله رغم انك ما ضحيت وراك عند رب العالمين راه هي اجرك، ما حجيتش يعني نيه صادقه للحج وما عندكش امكانيه تبات الحج، والله اذا كانت النيه صادقه والله ربي يعطيك الفضل والاجر ويبلغك ان شاء الله في يوم من الايام هذا المقصد ان شاء الله. امين. طيب بالنسبه لحياه من المديه، اول شيء اعاده الاذكار او اعاده قراءتها مره اخرى ابتغاء الثواب. شوف السائله الاخت اختنا الكريمه، شوف الادعيه الافضليه تاعها بحسب المناسبات والاوقات التي سنى فيها النبي عليه الصلاه والسلام. مثلا افضل ذكر افضل دعاء بعد الصلاه هو التسبيحات، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر والتشهد، هذا هو المسنون. ولكن في 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 المطلق مثلا كي يجي وقت الضحى مثلا نصيبوا مثلا واحد ما قدرش يصلي الضحى جاء عاجز مثلا عنده مثلا يقول سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يعني بمعنى نقول السائله كاين بعض الاحيان بعض الادعيه مثلا عند النداء عند الدعاء تاع النداء تاع اللهم رب هذه الدعوه التامه ما نقدرش نقولها في اي وقت، وانما وقتها وهو عند النداء يعني لما ينتهي المؤذن. فنقولوا عندنا بعض الادعيه عفوا بعض الاذكار اختنا الكريمه، بعض الاذكار فضلها واجرها ونقول وفضلها في الوقت اللي شرعت فيه، وكاين اذكار مطلقه تذكر في اي وقت، تحبي مثلا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مره مليون مره، كاين مثلا فضلها في يوم الجمعه مش كما فضلها في الايام، كلها فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن الجمعه عندها خصوصيه، ولكن يعني بمعنى عندها فضل وعندها اجر قد يكون زائد الله اعلم، قد يكون زائد لان النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، ولكن في غير الجمعه هل ممكن؟ نعم نقول ممكن. اذا بالتالي بعض الاحيان الاحاديث او تحديد ازمنه معينه في اوقات معينه يكون فضلها افضل، وكاين بعض الاحيان يكون الذكر مطلقا تكون عندك الحريه بعد مثلا صليتي وذكرتي هذه جبتي 33 سبيحه وتحميده وتكبيره وشهدتي ومن بعد قعدتي وخلاص كملتي من هذا، ومن بعد قعدتي وقلتي يا خلي نجيب انا 1000 تسبيحه و1000 لا اله الا الله و1000 سبحان الله و1000 حوق وهكذا، هذا ايضا فضل من الله سبحانه وتعالى، ربي
الله يرزقنا أن نكون من الذاكرين. آمين. طيب هذا الابن العاقل لوالدته بسبب تقول أنه طلاق من امرأته كانت هي السبب أو والله بعض الأحيان نعم. أستاذ محمد بعض الأحيان الفاشل يحب يحصل الفشل تاعه في غيره، لما يفشل في علاقته، لما ما هوش عنده القدرة به يواجه مشكلته، لما يكون ما معلش يعني احنا ربما بالغنا قلنا فاشل، يعني نقولوا انسان لم يوفق نعم لم يوفق في شيء نعم. حتى ما نجرحوش الكرامة تاع الناس، يعني بعض الأحيان لم يوفق في شيء نعم. فيحوس على حاجة باه يتمسك بها باه يبرر بها الخطأ تاعه. فنقول انت يماك بحسب ما سمعنا يماك تقول لك خاف الله وشد هذه المرأة وكذا، وانت يا تعديت حدودك وانت اللي طلقتها، واش علاقتي معك؟ الله يهدينا بهديه يا تدعي له بالهدايه، واش معنا واش نقول لها؟ الله يهدينا هذه وليدها تدعي له بالهدايه، رانا في اشهر الحرام، فاذا كانت الحسنات مضاعفه ايضا حتى الاثم يضاعف كما ينقل عن بعض اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام، فنسال الله العفو والعافيه، الله يهدينا بهديه ندعو له بالهدايه. امين. حياه تقول زوجها كان يشتري لوالديه شيء من اثاث البيت وغير ذلك. نعم. لما مات الوالدين بدأ الإخوة يأخذون في هذه الأشياء. نعم. وفتقول غضب وأخذ الأشياء اللي تبقات مما اشتراها هو، هل يحق له هذا؟ هو لا يحق لهم جميعا يأخذوا هكذا من تلقاء أنفسهم، لا منبيتك ولا خاوته، واحد ما يحق له. شوف هذا إذا كان عنده إذا كان عنده قيمة فهذا يسمى ميراث، ولا إذا كان يسمى ميراث كل واحد يأخذ حقه، لا خو الكبير يدي ولا خو الصغير يدي ولا هو يدي. هذا الحاجة الأولى. ثم الحاجة الثانية نقولوا تقولي لمنبيتك ربي يبارك فيه، هذا مال تاع الأب لما أعطيته خلاص وخرج ما ولاش مالك، ما ولاش يسمى مالك، يسمى مال تاع يماك ومال تاع باباك، خلاص انتهى الأمر. ما عندكش حق تقول أنت يا أنا هذه اللمبة شريتها خلاص نديها أنا، ما أنتم ديتوا الكرسي ندي اللمبة اللي أنا جبتها، أنت متعدي وهذاك اللي يدي الكرسي متعدي، لأن إذا كان قسمة ميراث ونايا في القسمة تاع الميراث نقول لهم أنا مالاش، إذا كانت تتنازلين ندي أنا هذه اللمبة، وإذا ولا خويا يقول لي لا تتنازلين ندي هذا الكرسي، وبالتالي فالمفروض أنهم كلهم يردوا هذا الشيء ومن بعد يتقاسموا قسمة ميراث، أو يتفقوا بيناتهم يتراضوا بيناتهم على الشيء اللي داوه، لأن هذا ما ترك وعنده قيمة وعنده قيمة عند الناس أي يثمن وعنده قيمة، فالمفروض أنه يقسم قسمة ميراث، ومشي كل واحد جاب البابا حاجة يقول غدوة إن شاء الله تاعي، لا واش من تاعي، خلاص تاع باباك الله يرحمه ولا تاع يماك الله يرحمها. نعم. محمد من ورقلة مقبل على حج بيت الله الحرام إن شاء الله، ويسأل عن الإحرام في الطائرة من أين يكون؟ والله الإحرام في جدة ولا في الطائرة، شوف والله احنا نعم. يعني هذا راه مسألة يعني قديمة، كي نقول قديمة يعني من حيث ولاو الجزائريين يروحوا بالطيارة، ولكن مع الأسف الشديد احنا ما تعلمناش آداب الخلاف، ما تعلمناش اننا نرتضي بقول. يا سيدي معليش احنا غادي نجاوبوه بالجواب الاول ثم الجواب الثاني. اذا انايا قناعتي الشخصيه باللي انني نحرم في الطائره نحرم في الطائره، وندخل لا في جدال ولا في شقاق مع حتى واحد، واذا قناعتي انايا اقتنعت من المشايخ تاعنا اللي يفتاو ومشايخ خارج الوطن اللي يفتاو ايضا باللي انني كي ننزل في جده ندير. علاش انا اشوف ربي سبحانه وتعالى قال لما تحدث عن الحج قال لا جدال، قال ممنوع الجدال، ولكن علاش حنايا مازال ما وصلناش رانا نهيئ انفسنا للجدال؟ علاش يا سيدي درك انت اذا راك تشوف بلي الطياره انا ندير يا خويا من نهار اللي نركب منها في الطياره نوجد روحي ندير ثياب الاحرام، نهار اللي نوصلوا كي تولي قريب الطياره توصل راه يقول لهم غير توصل يا خويا معليش انا مقتنع بلي في الطياره غير نوصل قال يخبروني خلاص نوجد روحي، لانهم يخبروهم قبل نوجد روحي ونبدا في التلبيه لبيك اللهم لبيك. اذا مانيش مقتنع بهذا الشيء بالطياره يا خويا كي ننزل، فاذا درت في الطياره ربي يتقبل منك، واذا درت في الارض ايضا هذه فتوى وموجوده ايضا ربي يتقبل منك. ثم الطياره ما كانش اصلا زمان يعني. ام مريم في كلمه، هل صحيح ما فعلته مع الراقي انه ما يجيش للبيت؟ في كلمه شيخ. والله نفضل انها تشوف يعني ان هذه الهضره وفلان دار لك انا احنا شو الرقيه نجيب واحد بهرقانا يقع علينا القران ويدير لنا دعاه الخير، ما يقولنا لا حاجه واحده اخرى هذا الزياده هذيك ما. نعم بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتور عبد القادر. العفو. اتينا الى خاتمه اللقاء. الله يكرمنا بالحسنات. امين يا رب العالمين. شكرا لمتابعينا ومشاهدينا الكرام، لكل الاخوه والزملاء في
الخدمات. حياتنا لكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.